من الحديث عن وضعية الأئمة إلى الحديث عن وضعية حجاجنا الميامين، غالبا ما يصطدم بعقبة الجهل بمناسك الحج، وهو ما يكون سببا في عدم إتمام المناسك كلها وعن حق واقع جعل القائمين على القطاع يلجؤون إلى تنظيم دورات تكوينية لصالح الحجاج. أكثر تفاصيل في ميكروفون وليد مهشي. في خطوة لعدم تكرار سيناريو موسم الحج الماضية والتي عرفت فضائحا بالجملة، شوهت صورة البعثة الجزائرية في البقاع المقدسة. ينتظر أن يستفيد من ابتسم لهم الحظ في موسم حج 2015 من دورة تكوينية، حيث يصطدم حجاجنا بغياب مرشدي البعثة الجزائرية، ناهيك عن تسجيل حالات ضياع وتهان قاسية. سنوضح للحاج هاته اليوم عن طريق التطبيق كيفية أداء المناسك، ثم نوضح له عن طريق بعض الأجهزة المرئية أماكن الإقامة وأماكن التواجد في البقاع المقدسة. إذا بجملة واحدة يمكن أن نوضح للحاج ما يكون عليه منذ لحظة الإقلاع إلى لحظة الرجوع إلى أرض الوطن. الوزارة الوصية أرادت أن تكون ندوات، والتي تعنى بالتوعية والتحسيس هي سلاحها هذه السنة. بالنسبة لنا هيئنا طاقما يعني من أعضاء البعثة ليرشدوا الحجاج، ونمكنهم من لوح إلكتروني نضمن هذا اللوح كل أسماء الحجاج وبياناتهم، نعطي لكل حجاجنا أرقام هواتف المرافقين. الخدمة الجديدة هي المرافقة من الجزائر والإرشاد هناك في البقاع المقدسة. قلت هذه الخدمات ستجعل إن شاء الله الحاجنا يعني بعيد عن الضياع والتيهان الذي ربما يعني كنا نلحظه. المقبلون على أداء مناسك الحج ورغم تحفظاتهم، إلا أنهم استبشروا خيرا بهذه المبادرة. الحمد لله حاجة مليحة، نقول حاجة مليحة وزيادة لنا. أنا أول حجة لي، عمري ما رحت العمرة، وندي معي العجوزة إن شاء الله الرحمن الرحيم. مبادرة هائلة، يعني تعلم المواطن والحاج الكريم يعني كيفاش يتعلم وكيفاش ياخذ نصايح. وفي انتظار انطلاق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، تسارع البعثة الجزائرية بالمملكة العربية السعودية الزمن لتدارك أي نقائص.